الجمعيات، على جهد رؤساء الاتحادات، على جهد سعادة المحافظ، أكيد على جهد القوى الأمنية بمساعدتهم، على جهد الناس، على جهد المغتربين، على جهد الخيرين كمان. هلأ بيخبرني سعادة المحافظ على الجهد أو على المساهمة يلي عم يأمنوها القوات الدولية اليونيفيل أوقات بمساعدة بعض الضياع وبعض القرى وبعض وبعض المحلات. وهالشي زيادة الغلا وزيادة الأعباء بيترافق مع صعوبة أو عدم قدرة البلديات على زيادة إيراداتها. بالنسبة لموضوع زيادة إيرادات البلديات، نحن بوزارة الداخلية بنعرف إنه في بعض البلديات عم تزيد الرسوم، بعرف إنه بعض البلديات عم تزيد رسوم القيمة التأجيرية، بعرف إنه بعض البلديات عم تدور بالقانون مباشرة أو غير مباشرة أو مش بالمباشر أو بطريقة معينة لتزيد إيراداتها. بعرف إنه هيدا الموضوع ما بعرف قديه ممكن يكون قانوني أو بيكون حد القانون، إنما نحن بنعرف إنه البلديات مجبورة تعمل اللي عم تعمله. وأنا بدي أقول لكم إنه نحن بوزارة الداخلية حالياً في استشارة بديوان المحاسبة مرسلة لنقدر نلاقي مبدئياً أواصم مشتركة بين البلديات أو بين أكثر البلديات. طبعاً أنا بعرف إنه البلديات المختلفة مش عم تعمل كريتير أو معيار معين. بعرف انه يمكن معكم حق انكم بدكم تفرقوا بين السكني، بين السكني القديم والسكني الجديد، التجاري والصناعي والسياحي مبدئيا اللي هو قطاع مزدهر. انما نحن عم نجرب بوزاره الداخليه بعد استشاره ديوان المحاسبه انه نقدر نوصل لطريقه معينه تحفظ حقوق المواطنين، ترضي المواطنين، ما تشكل اعباء كثير على جيوب المواطنين خصوصا بهالظروف الصعبه، وكمان تامن بعض الدخل للبلديات ولا اتحادات البلديات. بعرف انه اليوم البلديات واتحادات البلديات دائما بتقلي ودائما بتشكي ودائما عينها على صندوق البلدي المستقل. يا اخوان اسمحوا لي لكم يا اخوان لانه كلنا اخوه، انتم اخواني. صندوق البلدي المستقل مشكلته انه المحاسب انه هو موجود بوزاره الماليه مش بوزاره الداخليه. مشكلته الثانيه انه محاسبته لصندوق البلدي المستقل مش ممسوكه وفقا للاصول. يعني بالتالي كل الدفعات اللي عم تطلع من الصندوق البلدي المستقل هي عم تشكل رصيد سلبي بحساب الصندوق البلدي المستقل بوزارة المالية، والدخل الإيجابي مش عم يتنزل بحسابات الصندوق البلدي المستقل سواء اللي بيجي من الكهرباء أو من التليفون أو من عائدات الخليوي أو من أي إيرادات تانية. وبالتالي نحن عم نتعذب وأنتم عم تتعذبوا وأنتم عم تعلوا الصوت ونحن وراكم عم نعلي الصوت حتى نقدر نأمن دفعات من الصندوق البلدي المستقل. انتم بتعرفوا انه بصعوبه وعلى دفعتين عملنا لكم عائدات 2020 من الصندوق البلدي المستقل، وانا رح هلا ببلغكم وخبركم انه عائدات 2021 650 مليار ليره صاروا موجودين بالمجالس المحليه، هن حددوهم وزاره الماليه، وقريبا جدا 650 مليار ليره حيتوزعوا على البلديات عائدات من الصندوق البلدي المستقل. الموضوع الثاني اللي له علاقه بالصندوق البلدي المستقل هو النفقات والكلفه يلي عم يتكبدها الصندوق البلدي المستقل، واللي هي اكثرها على جمع وكنس ولم النفايات. انتم بتعرفوا انه في كثير بلديات مؤخرا بلديه بيروت وقبل بلديه صيدا يلي نحن موجودين بصيدا، وفي عدة بلديات عم ندفع مصاريف لم النفايات وجمع النفايات وكنس النفايات من الصندوق البلدي المستقل. وانتم بتعرفوا انه نحن الحكومة اللبنانية مضطرة تعدل العقود يلي هي متعلقة بجمع وكنس النفايات بالنظر لانخفاض كبير بقيمة العملة. انتم عارفين او بحب خبركم انه حتى الشركات اللي ملتزمه كنس وجمع النفايات عم تقبض مستحقاتها يلي هي العقود بالدولار، عم تقبضهم باللولار، يعني عم تقبضهم شيكات من حساب الصندوق البلدي المستقل. بالرغم من هيدا نحن عم نضل نتابع كل الشركات المتعهده كنس ولم النفايات وجمع النفايات لتقدر تستمر بعملها. الشركات مستمرة بعملها ونحن مبدئيا بكل جلسة مجلس وزراء ولو متباعدين
بنكون عنا اول الاولويات انه نحرص على انه كل مراسيم جمع لم النفايات نحطها على جدول الاعمال، او اذا في لزوم من خارج جدول الاعمال اذا كانت مستعجله وتاخرت تتوردنا، لحتى نامن نظافه صيدا، نامن نظافه الجنوب، نامن نظافه اكيد النبطيه، ونامن نظافه بيروت وكل المناطق اللبنانيه. هيدا الموضوع في صعوبة من تحمل الأعباء من قبل الصندوق البلدي المستقل، إنما نحن عم نشتغل مع وزارة المالية حتى نأمن دخل كامل للصندوق البلدي المستقل، خصوصا مما يتعلق بقطاع الاتصالات، موضوع الكهرباء وموضوع مولدات الكهرباء وموتورات الكهرباء واشتراكات الكهرباء. أنا بعرف أنه بالموضوع بالجنوب ما في الفوضى اللي هي ممكن تكون موجودة بمناطق تانية بلبنان، بالجنوب الموضوع منيح، يمكن بهمة البلديات واتحادات البلديات، وأكيد بهمة خي سعادة المحافظ يلي عم يعمل جهد كتير كبير، لدرجة أنه وزارة الداخلية مش عم تحس بمحافظة الجنوب، مش لأنه ما بتحب الجنوب، لأنه عندنا محافظ أبضاي موجود حدكم وحدنا وبيحل كل المشاكل وبيقدر يدور الزوايا ويوصل منطقة الجنوب للنتيجة يلي كلنا بدنا إياها، وهو أنه تكون هالمنطقة العزيزة، هالمنطقة الحبيبة، هالمنطقة الغالية على قلوبنا كلنا من جنوب لبنان، جنوب القوي، جنوب اللي تحمل، جنوب يلي عم يعطي نموذج حلو عن المناطق اللبنانيه. ونحن بنأكد انه لازم يبقى الجنوب يعطي هذا النموذج الحلو. لازم نبعد نحن عن الخلافات، نحن لازم نبعد عن الخلافات بين اولاد صيدا، خصوصا صيدا، بين اولاد الجنوب، بين اولاد الشعب الواحد. لازم نبعد عن الخلافات يلي هي لها علاقه باختلاف بطريقه التفكير او باختلاف بالسياسه او باختلاف بالانتماءات الحزبيه، لانه نبقى كلنا سوا، نبقى كلنا همنا نبني البلد، نبقى كلنا همنا نعمر البلد، والإنماء ما بيعرف الطائفية، الإنماء ما بيعرف الطوائف، الإنماء ما بيعرف الخلافات التانية، طريقة التفكير ولو اختلفت بين فريقين أو بين حزبين أو بين أي مجموعتين، إلا أنه النتيجة هي اللي بتحسم، النتيجة هي اللي بتقول مين عم يفكر صح، النتيجة هي اللي بتخلينا نعرف مين تتصرف صح. ونحن منشوف أنه منطقة الجنوب الحمد لله منطقة مستقرة، منطقة منيحة، منطقة عم تقدر تأمن الحد الأدنى المطلوب والضروري من الخدمات رغم الظروف الصعبة للمواطنين، لكل المواطنين. منطقة صيدا، منطقة قرى صيدا، منطقة شرق صيدا، منطقة جزين، سور طبعا، قرى قضاء سور، الجنوب كله. ما بعرف إذا عندنا حدا من محافظة النبطية محافظتك؟ أوكي، أنا ما بعرفكم كلكم. الأغلبية من النبطية، الأغلبية من النبطية، وكمان تحية للنبطية. هاي زقفة للنبطية ولصيدا ولجزين ولصيدا ولجزين ولكل الجنوب، لأنه الجنوب نحن الجنوب شو؟ مرجع عيون. بس إذا بتريدوا بس هيك نزيد شوي، بس معالي الوزير يقشع الحضور لو سمحت. أنت أي بلدية؟ محافظة. رئيس محافظة النبطية. الجنوب واحد، والجنوب غالي مثل كل لبنان. يعني هلا بعد شوي رح كون بصور ويمكن ارجع اشوفكم مره ثانيه بصور، تقلكم انه كل لبنان غالي. الجنوب مش بعيد، الجنوب بقلب لبنان، الجنوب قلب لبنان، الجنوب عطى كثير، الجنوب بيعطي كثير. هالوجوه الطيبه وهالوجوه المبتسمه والضحكانه، واللي عندها امل اكثر ما عندها عتب. يعني انا ما كثير بشوف بالبلديات ناس رؤساء بلديات هالقد مرتاحين، رؤساء بلديات هالقد مش مرتاحين. بس بقدر اقول اكيد انه عندهم امل وعندهم واعدين شباب مزدهرين. بقدر اقول اكيد انه عندهم امل وانه واعدين حتى نقدر نعطي خدمات اكثر لمناطق صيدا والجنوب. اكيد 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 تعامل اهل الجنوب
مع بعضهم، مع بعضهم قضيع، مع بعضهم كعيل، هيلي مع بعضهم كطوايف، لأنه جنوب هو بلد العيش الواحد، هو بلد التعايش، بلد الانفتاح، بلد السياحة. يعني مش غريب انه بلد انه منطقه عانت من 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 المشاكل، منطقه عانت من الاحتلال، تكون قدوه بالانماء السياحي وبالعمل السياحي، تكون قدوه بالخدمات، تكون قدوه بمرافق كثيره، جعلت من منطقه الجنوب قبله لقبله لكثير لبنانيه ولكثير اجانب ولكثير غرباء. نحن بنعرف انه علاقه اهل الجنوب مع مثلا قوات حفظ السلام الدولي، قوات اليونيفيل، علاقه اخوه ومحبه وعلاقه عائليه، خلت قوات اليونيفيل بيحبوا الجنوب وبيحبوا لبنان وبيحبوا اهل الجنوب وبيتعاملوا مع جنوب لبنان بكثير من حس الانماء والانفتاح والتعامل، وتعاملوا مع البلديات وتعاملوا مع الاهالي، وصاروا عم يعدوا خدمات مش بس خدمات عسكريه وامنيه، انما كذلك خدمات اجتماعيه، خدمات مع العائلات، مع البيوت، مع البلديات، مع رؤساء البلديات. ونحن بنطلع اكثر واكثر لتعاون انمائي لقوات حفظ السلام مع كل البلديات، مع سعاده محافظ الجنوب، مع محافظ النبطيه، بجو من التاخي والانفتاح لتامين اكثر من الخدمات، لنطلع اكثر لجنوب أكثر أمناً لجنوب، أكثر أماناً لجنوب، يأمن للبنان وللبنانيين ويعطي صورة حلوة للبنان وللبنانيين، ويكونوا أهله موجودين بجنوب، أهل الجنوب يلي ما تركوا جنوب، أهل الجنوب يلي انتصروا على الاحتلال، وانتصروا على الظروف الصعبة، وانتصروا على القهر، وانتصروا على الغربة، رجعوا لجنوب وعمروا الجنوب. منلاقي ضيع الجنوب، ضيع مرتبة، ضيع الجنوب، ضيع ما عندها مشاكل، ضيع الجنوب، ضيع عم يتمسكوا فيها أهلها. منطقة جزيل، استاذ حرفوش بوجهي أكيد، منطقة جزيل منطقة كتير فيها عناية، منطقة كتير رايقة، منطقة كتير أهلها عم يعتنوا فيها. من هون بدنا نحافظ على طابع الجنوب القريب من كل واحد من لبنان، بدنا نحافظ على طابع الجنوب، الجنوب من لبنان، والجنوب عين لبنان، والجنوب زينة بلبنان. ما بنقدر نشوف الجنوب بعيد عن لبنان، لأنه الجنوب ولا مرة كان بعيد عن لبنان، ولا مرة إلا كان من قلب لبنان، ولبنان موجود مع الجنوب، والجنوب هو مع لبنان ولا لبنان أكيد. تسلم عليك. هلا بعد في، يلا بعد دقيقتين بسمعكم. بعد في موضوع يمكن سعادة المحافظ كان ما بده ياني أحكي فيه، وأنا هون ما بقدر ما أحكي فيه. ما بقدر ما احكي انه كلنا بالجنوب لازم نكون امينين على حضارة الجنوب، على الالتزام بالقانون بالجنوب، على ما يكون عندنا تعديات بالجنوب او مخالفات على املاك عامة او على مشاعات بالجنوب، لانه هيدا الموضوع هو متعلق بالالتزام بالقانون، هيدا الموضوع هو متعلق بالالتزام بحقوق الدولة، هذا الموضوع متعلق بالالتزام بأمينة، على عاتق كل واحد فينا هو الحفاظ على أملاك الدولة وعلى حقوق الدولة. أنا بدي هني كتير مطارح وكتير بلديات اليوم عم يقولوا لي إيهن ما صار عندهم مخالفات، أنا بدي أقول للبلديات اللي صار عندها مخالفات أنه لازم البلديات تتحمل مسؤولية، لأنه هيدي مسؤوليتها بالقانون، هيدي مسؤوليتها، القوى الأمنية لازم تتحمل مسؤوليتها وعم تتحمل مسؤوليتها، إنما نحن بدنا نبلش من البلديات، بدنا نبلش من البلديات يلي هي مسؤولة عن الناس وعن حريات الناس وعن حقوق الناس وعن أملاك الناس وعن أملاك الدولة، لحتى تكون أملاك الدولة منصانة، والقوى الأمنية بتتساعد مع البلديات، بتأمن المؤازرة للبلديات، او بيكون عندها كمان هي المبادره ببعض الاحيان. انما باكد انه العمل تكاملي بين القوى الامنيه، كل القوى الامنيه وحتى القوى العسكريه، الجيش لازم يساعد، ومع البلديات ومع الاهالي ومع كل اهل الجنوب، ومعنا نحن بوزاره الداخليه، ما حدا بيتهرب من المسؤوليه. نحن العمل اللي انعمل لمحاولة أو لعدم
مكافحة أو لمنع التمادي بالتعدي على الأملاك العامة بجنوب. هيدا عمل كتير منيح، هيدا عمل كان كتير ضروري، هيدا العمل نجح إلى حد كبير. ما حدا بظروف الدولة اللبنانية ممكن يوصل للكنان، إنما أنا بقول لكل أهلنا بجنوب إنه نحن بوزارة الداخلية عم نفكر جديا بإيجاد حل ممكن يكون قانوني او حل ممكن يريح، او الحل بالاساس بيريح اهل الجنوب، بيريح اهل كل لبنان. بعرف في مشاكل يمكن اكثر من الجنوب بعكار او بالبقاع الاوسط مثلا، بالبقاع الاوسط في كثير مشكل عم يراجعونا، انما نحن بنفس الوقت نحن بدنا نأمن حاجات الناس، بنفس الوقت نحن بدنا نأمن متطلبات الناس، وبنفس انما من جهه تانية نحن ملتزمين بالقانون، ونحن بندعي بنحط حالنا تحت سقف القانون وبندعي الكل يساعدونا تيكونوا على رواق وبهدوء تحت سقف القانون. نحن بالفعل بالوزاره الداخليه عم ندرس بعض الحلول، يمكن بعض الحلول طلعت من سعاده المحافظ، يمكن بعض الحلول اقترحها العميد حجار على المحافظ، ونحن عم ندرس بعض الحلول يلي ممكن هي تشكل راحه معينه لاهلنا بجنوب. انا بدي اتشكر حضوركم، بحب اسمع اذا حدا عنده شيء لو بعض الوقت القصير، بس لو سمحتوا على السريع لان شوي الوقت ضيق. بلش التشييع. ايه خلص اعملوا معي بليز. يلا أهلا وسهلا فيك بجنوب. نحن نشكرك على المقدمة اللي شرفت وضعت فيها. هلا كل رؤساء البلديات والاتحادات قلوبهم مليانة، وبدهم إذا بدهم يحكوا من هون ليومين ما بيخلصوا. بس شرفتنا بجنوب، نتأمل تشريفك على العقوب وعلى شبع. انت وعدنا انه بدك تشرفنا على شبعه. ببلش جنوب من جبل الشيخ. نحن بدك توعدنا انه بدك تشرفنا على جنوب، على منطقه العروب ووادي الثاني. ان شاء الله. من جبل الشيخ. شبعه يعني؟ انا ما راح احكي شيء هلا. نأجلها تنكون هونيك. وين يحكوا؟ رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراء. صراحة يعني ما بقول زميلنا دوبنا بلديات، رح نحكي جزءنا. بلدية البلديات تضل هيدا، نحن مش مرتاحين أبدا. نحن عم نلعب الساعة الحكومية كثيرة كرؤساء بلديات واتحادات. لأنه ما في أي حلول عم تقول هيدا. حتى نفكر بحلول ليس عم تقع السوفا مسحور في بيوتها عليها، وترميم السقف الموجود بالاملاك الخاصه، سقف موجود بالاملاك الخاصه تعمر باوقات سابقه بالاحداث اللبنانيه بالاجتياح الاسرائيلي بالمشاكل القديمه تعمر، ما انعمل لها تسويات نتيجه يعني شيوع بالعقار، مش مشاكل شيوع بالعقار، وصعب انه يعملوا تسويات تحديد التكاليف صعبه. هيدا ريس قال لك عم بيدرسها. نحن ما تاخرنا يا ريس، كنا قدمنا طلبات، نحن ما تاخرنا عن ولا ترميم. عند الوزير السابق معالي الوزير محمد طلال كمان قدمنا، وبعد ما لقينا جواب والناس عم تدور صفوف عليها، عينيه قاموا في ناس من دروب في بلدان في ضحايا بعض. هيدي النقطة الثانية، نحن امور في ناس عم تاخذ ترفع القيمة التأشيرية، هذا مخالف. يعني اللي ما خالف خسر، واللي خالف استفاد. نحن شو ما بدنا نعمل هلا عم نحول 650 مليار بال 2019 2020 بين 70 25. نحن بقى من 1005 لل 100000 نحن ما عم نرجع لورا. شو
شو بنعمل هلا؟ مش عم يكفوا مع شيء عم تعلق رئيس هاي هيدا الموضوع المالي انا قلت لكم اياه، نحن اول شيء بالنسبه لموضوع الترميم نحن ما تاخرنا وما رفضنا ولا طلب ترميم لاي بيت وين ما كان ومين ما كان يكون، كل طلبات الترميم يلي عم تجينا على وزاره الداخليه نحن عم نوافق عليها كلها 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 كل الترميم، يعني انت عم تقول بشيوع وبشيوع وبغير شيوع وبغير محلات، كل معاملات الترميم يعني في حدا ساكن تحت بيت ممكن يوقع نحن عم نقبل كل معاملات الترميم كلها، يعني يلي قلتها واللي بعد ما قلتها واللي متوقع انه نرفضها كلها عم نقبلها. بالنسبة لموضوع القيمة التأجيرية معكم حق وكل البلديات معها حق ونحن عم نترك البلديات تشوف شو لازم تعمل بالقيمة التأجيرية، وانا قلت لكم انه تنعمل شيء موحد نحن في معاملة بديوان المحاسبة يعطونا رأيهم كيف نحن ممكن نأمن دخل للبلديات بواسطة القيمة التأجيرية. معكم حق ماليتكم صعبة إنما أنتوا وجودكم حد أهلكم ضروري بهالمرحلة. هي رئيس البلدية ورئيس الاتحاد كنا المنتخبين من الشعب، لما بكون في تعامل تروح عبر المغافر تطلب العسكري رئيس البلدية الحضور لاستلام هالمعاملة وقت الساعة 8 مساء بتعرف تسليمها انت بروح المختار يسلمها لانه عنده وقته المختار بهالوقت هذا ما بيسلمها بده رئيس البلدية هو يجي يسلمها. بتعرف هل هذا تعميم من وزارة الداخلية والله اجتهاد من العسكر والله من رئيس المخفر؟ ما حدا من العسكر، العميد قائد المنطقة أكيد بحب أهل الجنوب وهو بيعمل كل اللي لازم لتسهيل المعاملات، ما بعتقد إنه حدا اللي بيجي يستلم معاملة بيردوه من بيردوه من المخفر. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. أهلا فيكم. مختار إبراهيم عمار رئيس تنفيذي مدينة سيناء. بنرحب فيك بالمدينة، أهلا وسهلا فيك جميعا. الهموم مشتركة الحقيقة. ولكن انا بدي احكي بهمو المفاتيح اللي هني تواجه المواطن بالشارع يوميا يلي بوابنا مفتوحه. نحن مطالبنا كثير كثير بسيطه، نحن بنطالب معاليك بتامين القصيد للدوائر بدولتنا لنامن المواطن، بتبلش من الطابع وبتنتهي بطلب جواز السفر. وشكرا للجميع. جوازات السفر قال المدير العام للأمن العام إنه ما في مشكل، جوازات السفر موجودة للكل، ورجع طلب مدير عام الأمن العام فوق 800 ألف الموجودين. بالنسبة للاستمارات وعندنا هويات كثير نحن بالداخلية بلا في هويات وخرجات إيد، في عندنا وخرجات إيد، في 200 ألف خرج إيد بالمديرية العام للأحوال الشخصية. أوكي يلا معالي الوزير، معالي مروان شكوب رئيس هيئة مكفر شبرا قطاع تسين، معالي نحن نتمنى عليك أو تفاصيل صغيرة ساعات وربيع الصيف ورؤساء بلديات بيقعدوا، بس نحن بدنا نناقش حتتين مسائل تغير. أهم شيء ما حضرتك بالوزارة تطلب طبقة كثير حلوة للبلديات قصة الضمان الاجتماعي والموظفين البلديين. موظفين البلديات اللي هن على الطرقات وخواليك اليوم صيروا عن مشاكل صحية ما عندهم ضمان اجتماعي. احنا كلنا بنشتغل جسر. بفترة من الفترات احنا عملنا انسورانس ضمان خاص. طبعا اليوم البلديات ما عندها ضمان على خط الموظفين. صاير مطلوب مصير الموظف قد حقه. هيدي لمجلس المدراء على ساعات الاجتماعية. بدنا شو تلاقينا حتى ل 1100 بلدية عندهم الموظفين غير مضمونين قاعدين بالطريق ما في يفوتوا على مستشفى. هيدا موضوع جدير وهيدا تفضل. نحن اليوم حتى ما نزلنا خمس مرات و20 مره و32 مره وكل واحد منا بقول له يتذاكى على الثاني. حضرتك كمان بتمثلنا كلنا بمجلس الوزراء حضرتك. بدنا نلاقي قانون استثنائيه من اي شيء عمل بالكهرباء بالتليفون باي شيء عمل حتى البلديات كلنا سواسي يشتغل. نحن ما فينا نروح اللي سن 2033 مره زياده. بطلع على الأراضي ولا برا، بيجي حق فجرنا مرتين ونص وحكيت انا والناس. بدنا حل، في شغلتين حضرتك مطلوب منها، تفاصيل بقى كلهم بدنا نتابعهم. ضمان اجتماعي لموظفين البلديات ونلاقي بقى اخراج كيف نحن بدنا نعدي نص الاجابه. شكرا لكم. شكرا لكم، هيدا قلت لكم عم نعمله.